أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها ساد لمن يصلي ويسلم ويبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأسني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المرتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنع الله تعالى رضوانه يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه. وأن
المنصور من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بعلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد فأقول هو سيدنا محمد هو سيدنا محمد بن عبد الله عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد حمدا خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتبى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصي إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خسيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من نادى البدن إلى الرئاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده وبنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأبان وعدنا بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تعلقت سواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقين أنت فيه يتيمة الله.
أسماءه وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من صفات الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهدي يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني. يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أوعاني. حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد صون لاسمه. يسير لنا كل الأمور وعافنا من أو بلاء أو عاني. ترك السفاح فلم يصيبهم عاره. ترك السفاح فلم يصيبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. صلاة سلام النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنه عبد الله. قدر اللهم قمره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما وإنهار جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصب كل صب لهبوب نسيم صبا، وقسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات أولى الأسود السين، وأينعت السماء وأدرى الشجر الجاني جنا، ونطقت بحمله كل داء لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأسنان على الوجوه والأفواه، وتباشرت نحوس المشارق والمغارب والتوابها البحري،
اقتست العوالم من السرور كأس حميا، وبشرت الجن بإضلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حمر خبير، وفي حلى حسنه وأتيت أمه في المنام، وأتيت أمه في المنام، فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية. وسمعي إذا وضعته محمدا، وسميه إذا وضعته محمدا، لأنه ستحمد كما قدر. اللهم قدره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استأذى بأخواله بني عدهم من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه الصبا، حضر أمه ليلة مولد شريف آسية ومريم في نسبة من الحذرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه.